وكلنا حضراتكم تابعته الحمد لله، بدأ منذ أيام. والنهاردة أنا كنت حريص الحقيقة على زيارة عدد من المدارس في منطقة حي السلام في محافظة القاهرة، وإن شاء الله الأسبوع القادم يعني هنتعب بقى حضراتكم، هنبدأ جولاتنا في المحافظات بصورة مكثفة، وإن شاء الله هكون حريص في كل جولة إن احنا نزور عدد من المدارس اللي موجودة علشان نتأكد من انتظام الدراسة ومن انتظام المنظومة الجديدة اللي يعني كنا يعني تم إطلاقها في موضوع إعادة توزيع الطلبة، الاستفادة من الفراغات الكبيرة اللي كانت موجودة في المنشآت التعليمية وما كانتش مستغلة عشان نحولها إلى فصول. والحقيقة يمكن تقديراتنا إن احنا قدرنا من خلال هذه المنظومة إن احنا نضيف عشرات الآلاف من الفصول الجديدة مع النظام اللي احنا عملناه، فالحمد لله يمكن التقديرات الأولية بتؤكد إن استقرار الحمد لله العام الدراسي. النهاردة فعلا المدارس، وعشان بس يعني ما يبقاش في مبالغة، وإنما احنا الحمد لله فعلا المتوسط الأغلب والأعم النهاردة في كل الفصول أقل من 50 طالب في الفصل باستثناء عدد من المدارس وفي مناطق معينة، وإن شاء الله دي هنستهدفها تباعا في خلال الفترة القادمة. أيضا بالآلية اللي طرحها السيد وزير التربية والتعليم تعاملنا مع موضوع عجز المعلمين، والأمور يمكن أنا عايز أأكد عليها، إحنا كدولة هذا الملف شغلنا الشاغل في خلال الفترة السابقة والفترة القادمة علشان فعلا نحقق الجودة المأمولة من المنظومة التعليمية لكل أبنائنا.